مهندسة سورية من الشام، وعشت بالشام كل حياتي وبحب بلدي كتير. وقت اللي بلشت الأحداث واضطروا كتير ناس إنه يتركوا، كان لازم أعمل شيء، وحبيت إنه ساهم بإني ساعد الفنانين السوريين. عملت مشروع دار الإقامة الفنية بعلي بلبنان، وبستضيف الفنانين بمكان بالجبل بيحسوا بالأمان، بيحسوا إنه بيقدروا إنه يشتغلوا وينسوا كل المشاكل اللي عاشوها. وخلال هذا الشيء كل فنان بيصير بيحصل عنده هيك قفزة خلال شغله وبيعطي أكتر، ونقدر بهاي الطريقة أنه نورجي العالم أنه الشعب السوري هو منه بس عدد من الأكفان والموتى. الشعب السوري هو شعب حي وفي كتير من المواهب والطاقات، وبيستاهل أنه يكون عنده حياة طبيعية ومستقبل لأولاده.